غريتا تومبورغ في دافوس لتدافع مع نشطات أخريات في مجال المناخ عن حملة مكافحة مصادر الطاقة الأحفورية وإجراء نقاش مع المدير العام لوكالة الطاقة الدولية. ويحمل الحديث الذي يأتي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس عنوان التعامل مع أزمة المناخ على أنها أزمة، وعلى جدول أعمال هذا اللقاء مع المدير العام لوكالة الطاقة الدولية معرفة ما إذا كانت الحكومات والشركات تستجيب بشكل ملائم للأزمة المناخية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. وتصل الناشطات إلى دافوس مع عريضة أطلقت قبل أسبوع تطالب بوقف الشركات المتعددة الجنسيات استغلال مصادر الطاقة الأحفورية. وجمعت العريضة حتى مساء الأربعاء أكثر من 970 ألف توقيع. وهذه ليست المرة الأولى التي تحضر فيها غريتا إلى دافوس خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي.